أيها السيدات والسادة، الآن سأتحدث بإيجاز عن المواد الأساسية التي ستؤطر نقاشاتنا لهذا اليوم، بدءا من الوضع الأمني والسلام وهو الأولوية في بالنا. كما سنراجع نتائج الأزمة الإنسانية التي نجمت عن النزاع وانعدام الاستقرار الذي أثر على منطقتنا، إلى جانب الكوارث الوطنية التي نحن معرضون إليها. لأن هذا اجتماع عادي، سأنتهز هذه الفرصة أيضا لإجراء الأعمال الروتينية للسلطات تتوافقا مع أحكام اتفاق 96 لتأسيس إيغارت، المواد ذات الصلة، الإجراءات واجتماع السلطات والحكمة وقرارات الجمعية لرؤساء دول إيغارت وحكوماتها. أصحاب السعادة، أيها السيدات والسادة، فيما يخص السلام والأمن، لا شك بأن هذه المكونات الأساسية لازدهار دول إيغارت وتنميتها واندماجها مع المنطقة، والنزاعات بالتالي هي أكبر تهديد يواجه نجاحنا كدول ومجتمعات. وبالتالي فمن الضروري أن نولي انتباهنا الكامل على الأوضاع والنزاعات في منطقتنا، بدءا بالتأكيد مع الظروف الحالية في جمهورية السودان. كما أننا على دراية بالعملية الإرهابية التي تؤثر على جمهورية الصومال وتمثل تهديدا لنا جميعا، من خلال حماية طرف واحد منا فنحن نحمي الجميع. أصحاب السعادة، وفي هذا الخصوص أتطلع للتقرير المفصل حول هذه المسائل الملحة والتي سبق وان طرحت لاعتباراتكم على سكرتاريتي وأمانتي الإيغارت، وأراكم حول الخيارات المحتملة والبدائل لتقديم الحلول النهائية لهذه التحديات. ولكن من واجبي كرئيس ممثلي الإيغارت لأن أوضح بأن حواراتنا والجلسة المغلقة ستبقى ملزمة بمبادئ إيغارت، والتي تشمل السيادة ومساواة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، والتسوية السلمية للنزاعات عبر الحوار، والمحافظة على سلامي واستقراري وأمني المنطقة. أصحاب السعادة، اجتماعنا لهذا اليوم يوفر لنا الفرصة لمراجعة الإنجازات الكبيرة جدا التي حققناها استجابة للتحديات الأمنية الأخرى التي تؤثر على دولنا ومواطنينا، أن الجهود لمكافحة جائحة كوفيد 19 تستمر بتأثيرها على حياة شعوبنا، والتعافي الاقتصادي في بيئة ذات نسبة تضخم عالية دفعت أسعار الغذاء والسلع إلى ودفعت لزيادات كبيرة جدا، وتبقى مصدر قلق ليس فقط هنا في منطقتنا بل في كافة أنحاء العالم. إن منطقتنا في هذا الوقت خرجت من أسوأ جفاف شهدناه منذ 40 عاما، وأنماط الطقس الحالية أظهرت أنه بعد درجات الجفاف العالية تأتي الفيضانات التي تسبب بنزوح مواطنينا وتتسبب بأزمة غذاء أيضا. في نفس الوقت
أيها الأخوة والأخوات، وفي ختام كلمتي أطالب ممثلي الدول الأعضاء لتجدي جهودكم لدعم إيغار تجاه بناء السلام وتطوير الاندماج الإقليمي لننتهز هذه الفرصة التي توفرها لنا هذه القمة لتعزيز علاقاتنا الدبلوماسية والبناء على النوايا الحسنة فيما بيننا وكذلك بين المجتمع المترابطة والدول لتحقيق السلام الدائم والحلول طويلة الأمد لشعوبنا. أصحاب السعادة، هنا أعبر عن امتناني قمة إيغارد لشركائنا الدوليين وبالتحديد الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي. ونيابة عن إيغارد، أود أن أتقدم بالشكر لكافة شركائنا الثنائيين الذين قدموا التزامات ذات مغزى وإسهامات ملموسة السياسية والدبلوماسية والدعم المادي لتقديم الحلول الحقيقية للتحديات التي نواجهها في منطقتنا. وأخيرا، أود أن أتقدم بجزيل الشكر لأمانة إيغارد وقيادة الأمين العام لجهده المضنية الاستمرار بتحقيق رؤاكم المشتركة من أجل منطقة آمنة وناجحة. وبهذه كلمات المجلس أعلن عن افتتاح الاجتماع 14 لدول وحكومات إيغارد بشكل رسمي، وأتمنى لكم اجتماعات ناجحة. شكرا لكم جميعا. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.